السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في موضوع بيهم ناس كتير، وهو الذهب. طيب الذهب زي ما احنا عارفين ان هو من المعادن الثمينة. هنتعرف النهاردة على مصادر الذهب، ازاي نقدر نعرف مصادر الذهب وانواع الذهب المتوفرة، وازاي نقدر نحصل عليه بطرق مختلفة. الذهب بيكون موجود فين؟ ايه الصخور اللي غنية بيه؟ وهكذا. عملية استخلاص الذهب طبعا عملية مهمة جدا، طبعا بتقوم بيها دول، وفي شركات كبيرة بتقوم بعملية استخلاص الذهب. هنتعرف النهاردة على مصادر الذهب ونبذة عن طرق. اهلا بيكم. النهاردة هنتكلم على الذهب، معدن الذهب او المعدن الاصفر، وده بيهم ناس كثيرة. معدن الذهب طبعا من المعادن الثمينة المهمة. هنتعرف النهاردة على مصادره ونبذة عن طرق استخلاصه. طبعا الذهب ده بيعتبر من المعادن المهمة جدا لأي دولة، ومهم جدا للاقتصاد القومي لأي دولة، ومعظم الدول بتشتغل على أساس إن يكون عندها رصيد من الذهب بشكل جيد لحماية الاقتصاد القومي الخاص بيها. تمام. طيب على مر العصور والسنين اللي فاتت، كل كمية الذهب اللي استخلصها الإنسان على مر التاريخ كلها يدوب تملأ حوالي 3 حمامات سباحة. يعني الذهب اللي موجود كله على وجه الأرض اللي استخلصه الإنسان إلى الآن يملأ 3 حمامات سباحة. المعدن الأصفر الثمين، واللي طبعا كل الدول بتحافظ عليه على اقتصادها من خلال اقتنائه. الذهب طبعا في أنواع كتيرة منه. احنا بنتكلم دلوقتي عن الذهب النقي اللي هو بدون أي إضافات، اللي هو الذهب اللي بيطلقوا عليه ذهب عيار 24، وده ذهب معدن صافي خالص بدون أي إضافات نحاس أو كده. معدن الذهب بطبيعته كذهب طبعا عيار 24 بيكون لين إلى حد ما، فلذلك لتحسين الخواص بتاعته بنبتدي نضيف عليه نحاس علشان نديله إلى حد ما صلابة كويسة عشان ما يتنيش أو ما تطبقش أو الكلام ده كله. فطبعا العيار عيار 24 ده عيار ذهب بيسموه، ده الذهب النقي المعدن الخام اللي بيجي من المناجم ومن الصخور والجبال. بيبتدي طبعا يمر بمراحل كتيرة جدا، منها بداية المسح الجيولوجي الخاص بأول مراحل اكتشاف الذهب او البحث عن الذهب، هو البحث الجيولوجي على المعدن في الجبال والصحاري. تمام. في كتير الذهب بيتوفر في الطبيعة على عدة اشكال. الشكل الاولاني بنسميها عروق المرو، وهي عروق سطحية للذهب بيتواجد في الجبال والصخور على شكل عرق، يعني عروق سطحية موجودة بنسميها عروق المر، وده اللي كان الفراعنة بيعتمدوا عليها في استخلاص أو الذهب اللي كانوا بيجيبوه. كانت بتطلع طبعا بعثات استكشافية يبتدوا يلاقوا قطع الذهب اللي موجودة على السطح منتشرة على الجبال والكلام ده كله، من خلال الجبال والصحاري،
ويبتدوا ياخدوها ويصوروها ويعملوا منها التماثيل الذهبية بتاعتهم. ديت العروق السطحية، بتبقى بيسموها عروق المرمى. في عروق تانية، عروق مدفونة تحت سطح الأرض، طبعا ما كانوش بيتطرقوا ليها قوي. دي بالنسبة للعروق، للمصادر بتاعه. الدهب بيتواجد في الطبيعة على عدة أشكال، على معدن، على شكل معدن الدهب كمعدن، وبيوجد على في الصخور البركانية وفي الصخور الرسوبية أيضا، بتلاقي في بعض منها في الرخام. طيب الذهب، علشان نقدر الدول، طبعا زي ما قلنا ان الدول بتتصارع لاقتناء المعدن الاصفر للحفاظ على قيمة العملة بتاعتها والحفاظ على الاقتصاد القومي الخاص بيها. كل ما كان عندك كمية ذهب كويسة، كل ما كانت قوتك، قوة عملتك تكون كويسة. تمام. الذهب اللي موجود طبعا في الجبال والصحاري والكلام ده كله، في مناطق في كل دولة بتبقى غنية بالمعادن الثمينة. يعني ربنا موزع الثروات، فبتلاقي ان كل دولة فيها منطقة او عدة مناطق غنية بالمعادن الثمينة. يعني على سبيل المثال عندنا في مصر المناطق الغنية بالمعادن الثمينة دي الصحراء الشرقية، دي موجودة، وموجودة في جنوب سيناء، في جبال جنوب سيناء. جبال جنوب سيناء بتبقى غنية بالذهب ومعدن الفضة. أما بالنسبة للصحراء الشرقية زي ما عندنا في مصر، في عدة مناجم وعدة شركات بتقوم بالتنقيب عن الذهب واستخلاصه من الصخور. على حسب نسبة الذهب في الصخور بتتحدد طريقة الاستخلاص. يعني لو عندي نسبة الذهب عالية جدا، بنسميها دي نسبة عالية جدا من الذهب، يعني لو لقيت عرق ذهب طبعا ملوش طريقة استخلاص بالشكل اللي انت مفهوم الناس كلها داري اللي عارفها، لا ده هو بيجي. لو انا لقيت عرق ذهب، بجيب الذهب وببتدي اصهره وابتدي اعمل عملية تنقية فقط عليه. اما بالنسبة للصخور والجبال اللي بتبقى غنية بنسبة من معدن الذهب، يعني ممكن تلاقي طن التراب مثلا في جبل مثلا بيحتوي، بتتراوح النسبة من 1 جرام ل10 جرام ل30 جرام وهكذا بالنسبة للطن، طن التراب. دي لها طريقة استخلاص تانية خالص، بيتم طبعا على أساس نسبة الذهب اللي موجودة أو نسبة المعادن الثمينة اللي موجودة في التراب، بيبتدي نحدد طريقة الاستخلاص. طريقة الاستخلاص المنتشرة أو الدول بتقوم بيها وشركات بتقوم بيها في بالنسبة للصخور اللي بيبقى فيها نسبة ذهب مش عالية قوي، مش معدن كتل يعني، دي طريقة بتتعمل بشكل اقتصادي من الدرجة الأولى. يعني علشان استخلص نسبة الذهب اللي موجودة في الصخور أو المعادن الثمينة، ذهب وفضة وطفر اللي موجود فيها، من المفترض إن طريقة الاستخلاص بتاعتها تكون اقتصادية. يعني ما ينفعش مثلا إن أنا هصرف مثلا على الطن مثلا مبلغ 10 قروش وهيجيب لي مثلا 5 قروش، فدي لو هيجيب المردود بتاعه أقل من اللي هصرفه عليه، دي طريقة غير اقتصادية، ما ينفعش ان انا اقرها في عملية استخلاص الذهب. الصخور اللي بتبقى غنية بالذهب والجبال اللي بتبقى غنية بالذهب، بيبتدي اول حاجة من اول مرحلة من مراحل الاستخلاص، بتقوم الدولة او بتقوم الشركات بعمل مسح جيولوجي بالاقمار الصناعية، مسح بالقمر الصناعي للمنطقة، على أساس تحدد نسبة المعادن اللي موجودة في المنطقة،
دي أول مرحلة. تاني مرحلة في مسح بقى جيولوجي، بيبقى المتخصصين الجيولوجيين المتخصصين بيبقى بينزلوا بدورهم يشوفوا المناطق اللي تم مسحها بالأقمار الصناعية، ويتأكدوا إن نسب الذهب أو نسب المعادن الثمينة اللي موجودة في المنطقة مطابقة للمسحة الجيولوجية أو مسحة الأقمار الصناعية. بعد كده بيجي دورهم في إن هم ياخدوا عينات من المنطقة دي ويحللوها ويشوفوا نسبة المعادن الثمينة فيها، وعلى هذا الأساس تحاليل المسح الجيولوجي والكلام ده كله، الدراسات اللي بتتعمل على المنطقة، بيتم اتخاذ القرار في إن ممكن نعمل منجم استخلاص أو منجم تنقيب عن المعادن الثمينة في المنطقة دي ولا لأ، وبيشوفوا مردوده الاقتصادي. عموما طرق الاستخلاص هلخصها لكم بشكل سريع. طرق الاستخلاص الذهب في طرق كتيرة جدا جدا جدا. أهم حاجة في طرق الاستخلاص شكل المعدن موجود في إيه؟ يعني هل المعدن موجود في سبيكة؟ فدي ليه طريقة استخلاص، سكيما أو طريقة استخلاص من السبائك، وبيعتمد على إن الذهب معاه فضة معاه وتفر بلاتين وتفر، السبيكة مكوناتها إيه؟ فدي ليها طريقة. طيب المعدن برضو لما يكون المعدن منتشر في الصحراء وفي الجبال، فلازم اشوف ايه المعادن الثمينة الاخرى اللي موجودة مع الذهب في الجبال دي او الصحاري دي او الصخور دي، وعلى هذا الاساس بحدد طريقة الاستخلاص. طريقة الاستخلاص من السبائك غير طريقة الاستخلاص من الصخور، غير طريقة الاستخلاص الذهب من المخلفات زي مخلفات الكمبيوتر البروسيسورز والرامات والحاجات بتاعت المخلفات بتاعت الماكينات والحاجات دي كلها وأجهزة الاتصالات. فكل طريقة هنا بتخص شكل معين أو مصدر معين. طريقة استخلاص الذهب والمنتشرة عالميا في الدول خصوصا للجبال المناطق الجبلية والكلام ده كله، في عدة طرق. في طريقة استخلاص الذهب من الصخور أو مياه مصبات الأنهار، يعني على سبيل المثال عندنا نهر النيل بتنزل المطرة في وسط هضبة أفريقيا في أثيوبيا، تبتدي الأمطار دي تنزل تعمل نحر للصخور وتبتدي تنزل، وهي المية دي وهي نازلة تبتدي النحر بيكون عالي جدا لأن الأمطار بتكون غزيرة جدا وقوية، فبتعمل نحر للصخور وتفتت الصخور وتبتدي تجيب مكونات الصخور مع المية وهي جاية على المصب من وسط أفريقيا. لذلك بتنتشر عملية استخلاص المعادن الثمينة على ضفاف نهر النيل بعملية الترسيب والنخل وهكذا. في عدة طرق بيلجأ إليها الدول اللي ساكنة على حوض النيل، يبتدي يستخلص بيها الذهب أو يجيب بيها الذهب. الطريقة الأولى إننا بتبقى قطع ذهب كبيرة، ديت بيبتدي لو المنطقة غنية بيها يبتدي يستخلصها بالعين المجردة. يعني أنا لو واحد خبير في الذهب فبيشوف الذهب والقطع بتاعته، فبتدي يجيب القطع المفتتة ديت وينخلها ويجيبها، وطبعا كثافة الذهب عالية. تمام. الطريقة الأولى لاستخلاص الذهب هي طريقة الممالغم الزئبق. ممالغم الزئبق ده بيجي التراب ويتطحن مع معدن الزئبق. معدن الزئبق طبعا من المعادن السهلة جدا في انها بتدوب الذهب. يعني لو عندي قطعة ذهب وحطيت زئبق عليها، تبتدي الزئبق يدوب الذهب ويعمل تحويل الذهب بالصورة المعدنية لصورة تانية. طيب يجي بطحن الزئبق مع الصخور الغنية بالذهب، يبتدي الذهب يدوب لي يبتدي الزئبق يدوب لي الذهب، وابتدي اخد معدن الزئبق بعد كده
احطه في قارورة وابتدي ابخره واكثفه. فطبعا درجة التبخير بتاعة الزئبق قليلة جدا، يعني اقل كمية حرارة بسخن بيها الزئبق الغني بالذهب ده، بيتبخر الزئبق واستقبله في مكان تاني بالتكثيف ويفضل لي الذهب. باخده وابتدي اضيف عليه، باخد الذهب اللي اتبقى لي ده وابتدي اضيف عليه اضافات واصهره وانقيه. دي طريقة، اول طريقة بالنسبة لاستخلاص الذهب. الطريقة التانية لاستخلاص الذهب هي لما يكون الجيولوجيين درسوا المنطقة ولقيوا نسبة الذهب اللي موجودة مثلا حوالي مثلا 10 جرام للطن، 2 جرام للطن، 3 جرام للطن، بتدرس اقتصاديا. لها طريقة تانية للاستخلاص، طريقة بتناسبها. ما ينفعش طبعا معدن الزئبق غالي جدا، فما ينفعش ان انا اجيب معدن زئبق عشان استخلص 2 جرام من الطن او 3 جرام من الطن او واتيفر 5 جرام من الطن او 10 جرام من الطن. عملية مكلفة جدا، فما بينفعش نعتمد طريقة استخلاص الذهب بالزئبق في كميات بتاعة الصخور والأتربة. طب ايه الطريقة؟ الطريقة اللي بنعتمدها في استخلاص الذهب للصخور او التراب، بتيجي جرافات وكركات والكلام ده كله، تبتدي تحفر هنا بعد الدراسة والتحليل طبعا المنطقة، تجيب الصخور وتجيب الصخور الغنية بالذهب، تبتدي تخش على كسرات تكسرها، وبعد ما تكسرها تطحنها إلى جرين سايز مناسب جدا معروف، تمام؟ يعني المفروض إن أنا بجيب الصخور الغنية بالذهب دي بطحنها، بتبقى ناعمة جدا جدا جدا، وبعد ما بطحنها وبتكون ناعمة جدا جدا بعمل حاجة زي حمام السباحة كده كبيرة جدا، وابتدي افرد فيها مثلا 5 6 10 طن صخور مطحونة، وابتدي بعد ما افردها في مكان عامل زي حمام السباحة كده متبطن من تحت، بحيث ان انا افرد التراب ده الناعم بعد ما كسرته وطحنته والكلام ده لجرين سايز معين، وبعد كده بيكون في ميل في الارض بحيث ان انا اعمل رشاشات على المنطقة اللي انا فردت فيها التراب دي، وبعمل المحلول بتاعي ده في الغالب بيكون محلول سيانيد البوتاسيوم. ليه؟ لان سيانيد البوتاسيوم مقارنة للزئبق بيكون رخيص، فبعمل محلول بتركيز معين من سيانيد البوتاسيوم وابتدي امرره في رشاشات من خلال خزان بالموتور، يضخ المحلول في الميه بتاع سيانيد البوتاسيوم ويرش الرشاشات دي، ترش على التراب ده، تمام، ترش المحلول ويبتدي المحلول ينزل على التراب الغني بالمعادن الثمينه، لو في فضه هيدوبها، لو في ذهب هيدوبه، وبتعتمد الطريقه دي على الاكسجين. الطريقه دي بتعتمد في تشغيلها على الاكسجين، يعني كل ما كان نسبه الاكسجين موجوده في مع محلول سيانيد البوتاسيوم في الدايره اللي انا بعملها دي، بتبقى عباره عن تشاش بترش المحلول على التراب والارض فيها ميل، فبيبتدي طبعا المحلول ينزل يدوب المعادن الثمينه اللي في التراب، ويبتدي المحلول كل ما انت بترشه يبتدي ينزل بميل على مجرى. المجرى ديت فيها غرفة تفتيش كده بيجمع المحلول فيها. فطبعا في مواتير بتاخد المحلول ترش له رشاشات تاني، وبعدين وهكذا لحد ما طبعا المحلول يلف مرة واثنين وثلاثة على كمية التراب اللي موجودة، ونقدر نتأكد من ان المعادن الثمينة اللي موجودة في التراب ده دابت تماما، يعني التراب ما عادش فيه اي معادن ثمينه. المعادن الثمينه طب راحت فين؟ المعادن الثمينه دابت في المحلول، يعني سيانيد البوتاسيوم دوب المعادن الثمينه وخدها وراح المجرى او غرفه التفتيش اللي انا بجمع فيها المحلول. بعد سايكل معينه محسوبه ببتدي اعمل ازاي؟ ببتدي اخد
المحلول اللي دايب فيه المعادن الثمينة وابتدي ارصب منه ايه الذهب والفضة وطفل. لو في ذهب ببتدي ذهب بس طبعا، وفي الغالب بيكون معاه فضة وفي معادن تانية، ببتدي ارصب الذهب والفضة اخد. يبقى كده عندي المعادن الثمينة اتحولت من الشكل اللي هي موجودة فيه في تراب ذرات والكلام ده كله، اتحولت الى محلول دايب مع سيانيد البوتاسيوم. فباخد وطبعا مع محلول سيانيد البوتاسيوم محلول سام جدا، فالتعامل معاه لازم يكون من خلال متخصصين لانه بيكون بتركيز معين. باخد المحلول بعد كده وابتدي احط فيه مواد لترسيب الذهب، مواد متخصصه بتبقى محسوبه بتتحط جوه المحلول، يبتدي يطرد لي الذهب من المحلول بتاعه، واخده المواد ديت ابتدي اعمل عليه عمليات تانية واعمل عملية صهر واخد الذهب منه. دي تاني طريقة لاستخلاص الذهب. دي بالنسبة للذهب اللي بيجي من المناجم، يعني الذهب اللي بيجي من الجبال والكلام ده كله، فبيتعمل بالطريقة دي. ما ينفعش ان انا اعمله بطريقة تانية الا اذا كان، لو كانت نسبة الذهب عالية في ليها ريفرنس طبعا، نسب الذهب بتبقى قد ايه، بنقدر نختار لها طريقه الاستخلاص الاقتصاديه اللي انا من خلالها ممكن اقدر اكسب فيها. تمام، ده بالنسبه كده. نيجي بقى لجزئيه ان انا استخلص الذهب من يعني على سبيل المثال في حاره اليهود بيجي ناس بيبقوا عارفين مناطق مثلا على سبيل المثال غنيه بالذهب والكلام ده كله، فيعبوا شويله والكلام ده كله يودوها حاره اليهود ويبيعوها لناس ما هو مضطرابين. يعني لما تروح حارة اليهود تلاقي واحد شغال شو ناس مضطراب. طراب يعني ايه؟ يعني بيشتروا التراب اللي جاي له في شكاير ديت. وبعد بيشتري ازاي؟ يجي على سبيل المثال واحد جايب عربية مليانة شكاير فيها تراب غني بالذهب، بيجي حاجة شغلانة موجودة في حارة اليهود والساقة دي، حاجة اسمها بيجي الششناجي يجي ياخد عينة من التراب ده وبيعمل عينة يحل زي تحليل بيقدر نسبة الذهب اللي موجودة في التراب، وعلى أساس هذا التحليل يبتدي يحدد قيمة الفلوس اللي هيدفعها التراب للي جايب التراب، يدفعها التراب للي جايب التراب، فبيديله فلوس بتاعته على اساس نسبه الذهب اللي موجوده. وبعد كده التراب بياخد الذهب يبتدي يتعامل معاه كيميائيا وبعد كده بالصهر والكلام ده كله. ده بالنسبه للطرابين والشغل بتاعهم اللي موجود في حاره اليهود. طيب بالنسبه للذهب المتواجد في السبائك، الذهب المتواجد في السبائك ده حاجه تانية خالص. انت بتتعامل مع سبيكه، السبيكة دي بيبقى فيها ذهب فضة نحاس وطفر اللي موجود فيها ايه. لما بيكون عندي سبيكة بالشكل ده بتبتدي لازم اضرفلها، وبعد ما اضرفلها يعني اسحبها بتبقى عاملة زي الشرايط، وبعد كده اصقصها، وبعد ما اصقصها ابتدي ادوبها، وبعد ما ادوبها لازم يكون عندي سكيمة. يعني ايه سكيمة؟ سكيمة يعني طريقة استخلاص. يعني السبيكة دي فيها ذهب، فيها فضة، فيها بلاتين، فيها اللي فيها. تمام، السكيمة دي بتبقى محددة زي كتالوج كده بتاع متاهة. يعني السكيمة دي عاملة زي كتالوج بتاع المتاهة اللي أنا هعدي فيها دي. طيب يجي يقول لك الكتالوج ده إيه؟ يبتدي يقول لك مثلا السبيكة دي هدوبها بكذا. بعد ما تدوب السبيكة ديت اذا المعادن اللي دايبة ديت بتبقى كذا وكذا 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 وكذا. ابتدي اعمل ازاي؟ ابتدي اتعامل مع الذهب الاول، ولا اتعامل مع الفضة الاول، ولا اتعامل مع البلاتين الاول، هرصب ايه واسيب ايه وهكذا، وبعد كده ادوب ايه تاني وهكذا. ده بالنسبة بتبقى عاملة السكيمة دي عاملة زي احنا بالبلدي كده عشان اقربها للناس المهتمة بالموضوع، بتبقى عاملة زي لمغزى خروف انت جبته وذبحته. تمام، بعد ما ذبحته ما ينفعش ان انا اقطعه. في ناس بتعمل كده او الناس اللي مش فاهمة، يعني ما ينفعش ان انا اروح اجيب خروف وبعد ما اذبحه بصوفه كده والفرو بتاعه اروح مقطعه، ده كده مش صح، مش هينفع.
لازم الاول بعد ما بذبح الخروف اسلخه وانفخه، وبعد ما انفخه اسلخه، وبعد ما اسلخه وهكذا الاجراءات بتاعته. ده مثل قريب يعني، لازم تكون شغال في التعامل مع سبايك من خلال سكيما، يعني على اساس علمي. ما ينفعش ان انا اخش كده عند سبيكه هطلع فيها اللي انا عايزه يعني، لا، لازم يكون معاك ورق تقدر تشتغل بيه علشان تقدر تستفيد من السبيكه. يعني الفضه تاخدها لوحدها، الذهب تاخده لوحده، البلاتين تاخده لوحده، وهكذا. ودي موجوده ومتوفره. ده بالنسبه لاستخلاص من السبايك. طيب الاستخلاص من اجهزه الكمبيوتر، اجهزه الكمبيوتر دي يا جماعه او اعاده تدوير من اجهزه الكمبيوتر، لاستخلاص الذهب والفضه والكلام ده كله، دي اهم حاجه في اعاده تدوير في اجهزه الكمبيوتر او الاجهزه اجهزه الاتصالات والكلام ده كله. اهم حاجه عشان تكسب من المشروع ده لازم تعمل حاجه اسمها كلاسيفيكيشن. لازم يكون عندك ناس بتقعد تفكك المكونات وتجيب المكونات مع بعضيها، يعني المكونات الغنيه بالباليديوم تتكون مع بعضيها، المكونات الغنيه بالذهب والفضه تتكون مع بعضيها عشان تقدر تكسب. انما في ناس يجي يقول لك، يجيب لك المكونات دي كلها بتاعت البوردات والكلام ده كله، بعد كده يحرقها. ده كده عمل زي من هو ايه، ذبح الخروف وقطعه بالايه، بالصوت بتاعه، مش هتاخد منه لحمه كويسه. لا، لازم الاول تعمل كلاسيفيكيشن، يعني تجيب مكوى او تجيب جهاز هواء سخن يبتدي يفكك لك المكونات اللي على البورده، وتبقى انت فاهم كل مكون من اللي موجود على البورده ده غني بانهي معدن. يعني الغني بالباليديوم بجيبه على جنب، لان الباليديوم اغلى من الذهب، تمام. الغني باي حاجه تانية، النحاس، الرصاص، الواتيفر، تجيب تقسم تعمل كلاسيفيكيشن لاجهزه المكونات البوردات بتاعت اجهزه الكمبيوتر عشان تقدر تكسب منه. يعني لما تيجي تستخلص باليديوم من الكميه اللي انت جمعتها واللي غنيه بالباليديوم هتبقى سهله جدا. المايكرو شيب والسيراميك والحاجات اللي موجوده على البورده ديت لازم تعمل كلاسيفيكيشن، تجمع كل حاجه مع اختها علشان دي تكون عندك كميه اقدر استخلص منها حاجه محترمه. دي بالنسبه لاعاده التدوير، لها سكيما برضو لازم اتعامل معاها او لها طريقه. طيب في جزئيه تانية بالنسبه للاستخلاص، يعني على سبيل المثال، عارفين الشكمان بتاع السياره؟ الشكمان بتاع السياره دي بيبقى جواه حجر، اربع حجره كده او حجرين، لما تيجي تطلع من الشكمان الحجرين تبص فيهم تلاقيهم مخرم. بيسموها علبه البيئه في الخليج، او شكمان الحجر بتاع بيت النار بتاع العربيات، وخصوصا العربيات المستورده، تمام. الحجاره دي او علبه الشكمان دي او الحجاره دي بتبقى غنيه بثلاث معادن، بتبقى غنيه بالبلاتين والباليديوم والروديوم. البلاتين والباليديوم والروديوم، تمام. وكل موديل من موديلات السياره او كل موديل من موديلات الشكمان، لها موديلات ولها كتالوج، كل شكمان الحجاره دي بتبقى لها كتالوج موجود فيه الحجر ده فيه كميه من الثلاث معادن قد ايه، يعني كام جرام من البلاتين، كام جرام من الباليديوم، كام جرام من الروديوم. البلاتين اغلى من الباليديوم اغلى من الذهب، تمام. والبلاتين بيعامل معاملة الذهب، بنسميه الذهب الأبيض. الروديوم ده أغلاهم، بس حجر الشكمان أو علبة البيئة بتاعة السيارة بنتعامل معاها على إنها بير بترول، يعني فعلا حرفيا كده. بس بير بترول إزاي؟ يا تاخده تبيعه، لو بعته حجر كده أنت بتبيع البترول من غير ما تعالجه، من غير أي حاجة، أنت بتكسب بثمن الحجارة، واللي بياخده هو بيكسب خمس ست اضعافك او عشر اضعاف من الفلوس اللي هو بيديها لك، تمام. ليه؟ لان هو بيبتدي ياخد الضحيه دي او الذبيحه دي، يبتدي بقى ايه، يمزمز فيها، يبتدي يعمل ازاي، يطحن الحجر، وبعد ما يطحن الحجر ياخد البلاتين لوحده، ياخد الباليديوم لوحده، ياخد الروديوم لوحده. ده كمان لو عمل منتج من الروديوم هتبقى الموضوع فتح معاه بشكل كبير. البلاتين طبعا، الباليديوم بيبقى السوق الشرق الاوسط طالبه وعليه طلب كتير، بيتباع بالجرام، الجرام غالي جدا. والروديوم برضو نفس القصة. ده بالنسبة للاستخلاص، ده ليها سكيمة طبعا وليها طريقة للاستخلاص.
وكل شكمان من الشكمانات، موديلات الشكمانات بتبقى موجودة في كتالوج، ما تيجي تشوفه بتلاقيه الكتالوج موجود صورة الشكمان وفي كام نسبة من الثلاث معادن دول. ده بالنسبة للذهب، تمام. ده بالنسبة لطرق استخلاص الذهب اللي موجودة، ولو حد عاوز حاجة بالتفصيل ممكن يرسلني، ويا رب أكون وفقت في إن أنا أوصل لكم المعلومة. ودي ده معلومة بسيطة عن الذهب وإزاي أقدر أستخلصه، وأشوفكم في فيديو جديد.